خلال كلمته أمام مجلس تعزيز الأمن الغذائي بواشنطن، الرئيس السيسي يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمنين الغذائي والمائي ويعتبرهما أمناً قومياً. رداً على العقوبات الغربية، الكرملين يتوعد برد نهائي على قرار وضع سقف لأسعار النفط، ويؤكد أنه يقوض المصالح الأوروبية قبل الروسية. رغم انتقادات جارتها الجنوبية وواشنطن، بيونغ يانغ تختبر محركاً يعمل بالوقود الصلب ويسمح بإطلاق صواريخ باليستية. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأمنين الغذائي والمائي، وأن مصر تنظر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، ما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية، وما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن. كما شدد الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية ضمن أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا على ضرورة مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول، لا سيما الدين الخارجي. كما أضاف الرئيس السيسي أن التقارير الدولية تشير إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الإحصاءات الدولية تضع العالم أمام مسؤولياته، حيث تشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة 150 مليون عن عام 2019، لافتا إلى أن أفريقيا تعد مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في واشنطن في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، بحضور رؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين، والذين أبدوا اهتماماً بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معرباً سيادته عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. وعلى هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. كما استقبل الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور لانسي جرهام، معربا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين. وخلال استقباله قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين. على هامش مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى سيادته برئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي. اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السيد محمد المنفي لتهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني لتفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينسي جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي رحب بزيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعرباً عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. أكد السيد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة وسيغير تماماً من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي. هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا. وخلال اللقاء تصافح الرئيسان السيسي وبايدن بحرارة بالغة وتبادل الأحاديث الودية. طوال
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 729 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 796 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 70 طن، كما تم ضبط أكثر من 663 طن في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 53 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 958 قضية، من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و200 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. عقدت بمدينة شرم الشيخ الجلسة الأولى في الحوار الوطني لحزب حماة الوطن لمناقشة نشر الوعي ومحاربة الشائعات، وتناولت الجلسة خطورة الشائعات على المجتمع ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على زيادة الشائعات وطرق التصدي لها لكونها تؤثر بالسلب على المجتمع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا وما يتبعها من ضغوط نفسية على المواطنين. كما تم فتح جلسة حوارية بين الشباب لتوضيح طموحهم وماذا ينتظرون من المجتمع وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تؤهلها الدولة للشباب حتى تؤهلهم للمناصب القيادية. نظم حزب حماة وطن بمحافظة جنوب سيناء جلسة الحوار الوطني بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ ضمن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لنشر الوعي ومحاربة الشائعات. تضمنت الفعاليات جلسة حوارية بين الشباب لتوضيح طموحهم وما ينتظرون من المجتمع وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الدولة للشباب حتى تؤهلهم للمناصب القيادية. التواجد اللي موجود النهارده ده بيبشر بالخير، ان احنا بالنسبه للاشاعات انا من وجهه نظري ان الدوله لازم تغلظ العقوبات على كل من يروج الشعب. احنا في فتره صعبه جدا بتمر بها البلاد، مش مصر بس، العالم كله بيمر بظروف اقتصاديه صعبه جدا، فاذا لم تكن هناك قوانين رادعه فلن، يعني انا شايف ان مش هيبقى في خير. السوشيال ميديا منتشره جدا، السوشيال ميديا منتشره جدا، وكل يوم بنسمع من الاشاعات ما حدش يقدر يحصرها، فلو ما كانش هناك ردع هتبقى في مشكله. اتكلمنا عن نشر الوعي وسبل محاربه الشائعات، ازاي كان معانا ناس متحدثه من البدو، من الكنيسه، من الجامع، وكمان ممثله للمراه والشباب. بصراحه اكتر حاجه كانت مميزه النهارده ان احنا لما فتحنا الفلور للساده الحضور ان هم المشاركه في الحوار، فلقينا ان في ناس على وعي كبير جدا بانجازات اللي بتتم في الدوله وايه المشروعات القوميه اللي بتتم في جنوب سيناء. الحوار كله كان بيتكلم عن الشائعات وعن ما ينتج عنها من ضرر في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي. احنا خرجنا بتوصيات ازاي هنصلح ده من خلال الميديا، من خلال لقاءات مع المجتمع السيناوي، من خلال إعادة تثقيف تعليم العاملين في مجال السياحة. دور البيت أساسي، الأم إن احنا ننفش أي شائعات لأولادنا أو لنفسنا لازم نتأكد، وبعد كده دور المدرسة طبعا في التوعية دايما مع الأطفال في الندوات في أي حوار بيدروه جوه الفصل مع الأطفال، وبعد كده المجتمع من بره والإعلام إن يحاول يوصل الصورة الصح للدور للمجتمع عامة، وإزاي إن احنا نبقى ناخده من الإعلام إن احنا نوصله لأولادنا بعد كده. احنا خرجنا النهارده من الحوار الوطني لحزب حماة الوطن الخاص بقضايا الوعي ومحاربة الشائعات بعشر توصيات. كان أهم التوصيات دي تفعيل دور التربية والتعليم في نشر الوعي وبين الشباب وللتوعية بأهمية وأضرار الإشاعات وتأثيرها على السلبي على المجتمع. بالنسبة لمحاربة الشائعات عند البدو، البدو عندهم قانون عرفي بيحكمهم، والقانون العرفي ده لا يتجاوز القانون المدني. القانون العرفي
القانون العرفي اللي بيحكم البدو لمحاربة الشائعات، أي حد بيقول كلمة عندنا له حق، يعني يقعد قاعدة للحق، يا إما يثبت الكلام اللي بيقوله أو ينفيه. كما أطلق حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية منتدى الحوار الوطني تحت عنوان تأثير الشباب والجمهورية الجديدة بمشاركة من فئات المجتمع كافة، وتناولت مناقشة سبل تنمية الحياة السياسية والبرلمانية وأهم الأطر والتشريعات المقترحة التي تسمح بالتمثيل النيابي للشباب في الجمهورية الجديدة، وأهمية التدريب والتثقيف لانخراط الشباب في الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، وتفعيل دور الشباب في المحليات وأهمية ذلك في الحياة السياسية، فضلا عن تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني والحزبي. أمانة حزب حماة الوطن بالدقهلية بتحتفل اليوم بانطلاق الحوار الوطني الأول للحزب، انطلاقا من دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل حوار وطني بيضم كافة الأطياف السياسية والشعبية، انفازا للوصول للجمهورية الجديدة اللي بينشدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدأ وأرسى معالمها من فترة، وكلنا بنشهد جميعا التنمية والإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع، واقتربنا جميعا من إعلان الجمهورية الجديدة. والنهارده إذا كنا المحور في الحوار النهارده هو الشباب والجمهوريه الجديده، حضراتكم شايفين النهارده كل الاطياف ممثله وطيف الشباب مركزين عليه، لان النهارده الشباب هم نص الحاضر وكل المستقبل، هم عماد الدوله. طبعا دي رساله بنوجهها ان البلد داخله على مرحله طبعا جديده، الجمهوريه الجديده، وطبعا الامل في الشباب. فطبعا احنا كل هدفنا في الفتره ديت ان احنا الشباب يعرفوا قيمة الوطن والرئيس بيعملهم. طبعا انت عارفة انا بالنسبة للمجالس المحلية والنيابية ان طبعا واخدين طبعا كوتا كبيرة جدا في تمثيل الشباب في المجالس النيابية وفي المجالس المحلية، وطبعا هو طبعا عليهم دور كبير جدا. الحقيقة ان الدولة المصرية بتقدم نموذج فعلي لتمكين الشباب الذي اصبح احد اهم نماذج تحضر الدولة المصرية الحديثة. ده الترجم في إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتالي بقى عندنا عدد كبير من الشباب تولوا المناصب القيادية سواء سياسيا في البرلمان بغرفتين، سواء مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا في المناصب التنفيذية سواء نواب محافظين أو معاوني ومساعدي وزراء. في خطة على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل لأمانة كل محافظة تتناول محور من المحاور للخروج بنقاط إيجابية حتى يتم تقديمها باسم حزب حماة الوطن لل يعني عايز أقول للأمانة الخاصة بإجراء الحوار الوطني. طبعا يعني ده من ضمن سلسلة كبيرة من سلاسل توعية الناس ومعرفتها بالحوار الوطني. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستهدف أن يكون الحوار الوطني لكل المصريين، مهم قوي أن احنا نوصل الرسالة دي، نعرف الناس إزاي يشاركوا في الحوار الوطني، إيه أهميته بالنسبة لهم، إزاي هنرسم المستقبل كلنا مع بعض. ده تم النهاردة، طبيعي ان احنا نسمع من الناس مشاكل ونسمع هموم. على فكرة الحوار الوطني احد اهدافه ان احنا لما نسمع ممكن نحل عن طريق البرلمان، ممكن نحل عن طريق الحكومة، ممكن لجان الحوار تساهم في ان هي تثري هذه الموضوعات في مع مجموعات كتير من اللجان المشتركة في الحوار الوطني. فتح الباب الحوار مش بس تحت مسمى النخبة، لا، للاستماع لجميع الشعب المصري بجميع اطيافه وبجميع مستوياته، ده اكيد هيخرج بتوصيات وبنتائج لازم انها تحسن من مستوى الحياه سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه او سياسيه. كما نظم حزب حماة الوطن بمحافظه الاسماعيليه حوارا وطنيا موسعا حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر جرائم العنف وتبريرها، وقد شارك في الحوار جميع طوائف الشعب متمثله في الازهر الشريف والكنيسه ورجال وسيدات وشباب المجتمع المدني وجميع القوى والاحزاب والتيارات السياسيه والشخصيات العامه. وتحدث أمين محافظة الإسماعيلية بحزب حماة الوطن عبد الحليم عزوز عن العنف ضد المرأة ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيعه ونشر أشكال مستحدثة منهم. النهارده يمكن احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، قد يكون موضوع الساعه يعني بدون مبالغه، وهو فكره
انتشار العنف ضد المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفكرة مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في نشر النوع ده من العنف. تكلمنا الحقيقة الندوة حاول تغطي يعني كافة الجوانب، تكلمنا من الناحية الاجتماعية، الناحية النفسية، تكلمنا أيضا من الناحية الدينية، تكلمنا من الناحية التشريعية أيضا كمان. الحوار الوطني النهاردة بيدور في هذا الحفل العظيم أو المبادرة العظيمة اللي بتقوم بيها حزب حماة الوطن بالإسماعيلية حول دور التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عامة في العنف ومبرراته. لو تحدثنا عن العنف بداية، هو تمكين قوة بدنية، المفهوم العام تمكين قوة بدنية من إضرار شخص معين أو هدف معين. الإضرار ده ممكن يكون إيذاء نفسي أو إيذاء جسدي، ومن هذا المنطلق بيكون العنف نوعين، نوع بدني ونوع نفسي. بيعود هذا العنف على المواطن أو الشخص اللي بتتمكن منه هذا الإضرار، بيعود عليه بجانب سلبي. أما العنف الإلكتروني فأنت بتواجهي شخصية وهمية افتراضية أنت لا تعلمي عنها أي شيء ولا تملكي تدافع عن نفسك، بل بالعكس لو نشر بوست على الفيسبوك أو على تويتر بتقري كومنتات رهيبة وأنت مش قادرة تدافعي، مش قادرة تقولي إذا كان يعني أنت كل هتقولي إن الكلام ده غلط. هو الحوار الوطني زي ما احنا عارفين كلنا ان هو ده اطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهميته ان هو بيعمل مشاركه اجتماعيه وبيعرف منه المجتمع عايز ايه، وبناء عليه بيخش في نطاق التشريعات اللي بتبقى تشريعات تنظم امور الحياتيه بتاعه المواطن المصري. النهارده احنا كان واحده من المحافظات تبع حماه الوطن مكلفين ان احنا نعمل صالون ثقافي بنناقش فيه دور وسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي في نشر الجريمة والعنف وخطورتها. الصالون دوان بيهدف لتوعية الشباب والمجتمع لخطورة وسائل التواصل الاجتماعي وازاي ان احنا نطلع بيه بتوصيات تشريعية وقانونية تحد من العنف دوان والسلوك العدواني اللي احنا بنلاقيه على وسائل التواصل الاجتماعي. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر توافر مقاومة نجاح الانتخابات التشريعية التي تجرى غدا السبت داخل الأراضي التونسية. يأتي ذلك في ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسي وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي. نحو انتخابات تشريعية ترسم ملامح برلمان الجمهورية الجديدة، تسير تونس في الخطوة الأخيرة من محطات خارطة الطريق نحو المستقبل. فالتونسيون يشاركون في الانتخابات البرلمانية الرابعة منذ 2011 من أجل إرساء مشروع الرئيس قيس سعيد لبناء جمهورية جديدة بعد تعليق عمل البرلمان ثم حله وحل الحكومة وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في 25 من يوليو الماضي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن عدد الناخبين التونسيين بلغ 9 ملايين، وهو أكبر رقم مسجل منذ 2011 في انتخابات دعت التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لها لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب الجديد. ولضمان شفافية العملية الانتخابية انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العمل الدؤوب للتحضير للانتخابات التشريعية على جميع المحاور، ومنحت أكثر من 5000 بطاقة اعتماد لجمعيات ومنظمات ووسائل إعلام أجنبية ووطنية. وخلال العملية الانتخابية يتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 161 دائرة انتخابية، من بينها 120 امرأة فقط، ليحل بديلا عن البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد للإفلات من منظومة كرست للفساد. ووفقا للقانون فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. كما أنه إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو ستنتهي قريبا من صياغة ردها النهائي على قرار الدول الغربية بوضع سقف لأسعار النفط. ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن فرض عقوبات جديدة على روسيا يقوض مصالح الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن روسيا تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لحماية مصالحها الاقتصادية. عصا العقوبات الأوروبية تتحرك مرة أخرى، حزمة جديدة من العقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط على روسيا بسبب عملياتها العسكرية الجارية في أوكرانيا أقرها الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام من المداولات خلال اجتماع لسفراء الكتلة المكونة من 27 دولة، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن. وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت منذ أيام فرض حظر سفر وتجميد أصول على حوالي 200 مسؤول وعسكري روسي آخرين في إطار جولة الإجراءات العقابية الجديدة، وشملت أهداف العقوبات الموصى بها وزراء في الحكومة ومشرعين وحكام مناطق وأحزاب سياسية. واشنطن حذت حذو الاتحاد وفرضت عقوبات مالية جديدة على فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس حسب ما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية. وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف روس بنك الذي اشتراه بوتانين هذا العام ومؤسسات مالية أخرى، وبرسالة مفادها لا تأثير لعقوباتكم الغربية على موسكو، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أن الرهانات أخفقت على انهيار اقتصاد روسيا بسبب العقوبات، وأن الروبل تحول إلى إحدى أقوى العملات في العالم هذا العام، مشيرا إلى أن موسكو قد عمدت إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب، وستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة لمواجهة العقوبات الغربية. وفي الوقت الذي تواصل فيه الدول الغربية زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية، تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا دون رادع. كما قال متحدث باسم الإدارة العسكرية بالعاصمة الأوكرانية ميخايلو شامانوف إن الدفاعات الجوية أسقطت 60 صاروخا روسيا من أصل 76 صاروخا قادما في منطقة كييف. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الهجوم الصاروخي هو إحدى الهجمات الروسية الكبرى، فيما ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أنها صدت هجمات روسية بالقرب من 22 مستوطنة في إقليمين خلال 24 ساعة، من بين ذلك عدة مناطق في لوانسك. أعلن البنتاغون عن تطوير برنامجه لتدريب الجنود الأوكرانيين اعتبارا من يناير بهدف تدريب نحو 500 جندي شهريا وتزويدهم بمهارات أوسع. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أنه سيتم التدريب على عمل تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية، بعد أن كان تدريب الجنود الأوكرانيين مقتصرا على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف. ومن المقرر أن يجرى هذا التدريب في ألمانيا، وسيضاف إلى التدريب الذي يقام منذ أشهر عدة مع الحلفاء خصوصا الجيش البريطاني. ودربت الولايات المتحدة حوالي 3100 جندي على الأسلحة التي تزود بها كييف، كما درب الحلفاء 12000 جندي إضافي. أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تقديم حزمة مساعدات للقطاع الخاص الأوكراني بقيمة ملياري دولار. وقالت المؤسسة أن هذه المساعدات يفترض أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار، وستمول المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.
تتجه الأسهم الأوروبية إلى تسجيل خسارة أسبوعية بعد أن تعهدت بنوك مركزية كبرى برفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لمواجهة التضخم، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في شهر، مسجلا 427.96 نقطة. ومن المتوقع أن يتكبد خسارة أسبوعية قدرها 2.4%. وشهد المؤشر أكبر نسبة تراجع في يوم واحد منذ مايو في الجلسة السابقة بعد أن انضم البنك المركزي الأوروبي إلى الاحتياطي الفيدرالي في القول بأن التشدد في السياسة النقدية سيستمر رغم المخاطر التي يشكلها ذلك على الاقتصاد. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 2% ليصل إلى 81.07 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3% ليصل إلى 75.89 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان 2% في الجلسة السابقة مع صعود الدولار ورفع البنوك المركزية في أوروبا أسعار الفائدة، ولكن الخامين يتجهان صوب تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أكتوبر بفضل توقع زيادة الطلب في عام 2023. قال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أظهرت علامات على الاستعداد لعرض عسكري آخر في بيونغ يانغ على ما يبدو فيما يتعلق بجدول سياسي رئيسي العام القادم. وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت اختبارا على محرك يعمل بالوقود الصلب على الدفع يمكن أن يسمح بإطلاق أسرع للصواريخ الباليستية. يبدو أن الجارة الشمالية المشاكسة في شبه الجزيرة الكورية ما زالت عازمة على تسريع وتيرة تطوير برامجها النووية والصاروخية في تحد واضح للغرب ولجارتها الجنوبية واليابان. فقد أجرت كوريا الشمالية اختبارا لمحرك وقود صلب عالي الدفع، قال خبراء إنه سيسمح بنقل أسهل وإطلاق أسرع للصواريخ الباليستية. الاختبار الذي تم بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية. كيم قال إنه يتوقع صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية، وذلك ردا على زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لسول لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين، تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي. في السياق ذاته، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مؤخرا في واشنطن مشاوراتهما السادسة بشأن السياسة الإلكترونية لبحث سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني الدولي. وأعاد الطرفان تأكيد التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية الإلكترونية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها بيونغ يانغ لتوفير عائدات عبر الأنشطة الإلكترونية من أجل دعم برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. هذا وما زالت كوريا الشمالية تواصل اختباراتها وتجاربها النووية رغم العقوبات الدولية ووسط ترقب محموم من كوريا الجنوبية وحلفائها الغربيين، لا سيما بعد اختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. أقرت الحكومة اليابانية مراجعة جذرية لسياساتها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني، ووصفت طوكيو النفوذ الصيني بأنه تحدي استراتيجي غير مسبوق لأمن الأرخبيل.
من جانبه صرح البيت الأبيض أن السياسة الدفاعية الجديدة لليابان ستعزز وتحدث التحالف العسكري مع الولايات المتحدة. هذا وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياساتها الدفاعية منذ عقود مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية، أي رفعها من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2%، وذلك بحلول عام 2027، وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها. قتل 7 أشخاص في أياكوتشو في جنوب بيرو خلال مواجهة بين جنوب ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو، ووفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية. وقالت هيئة الصحة المحلية أن هذه المواجهات وقعت في نقاط مختلفة من المدينة، وأدى اشتباك قرب مطار أياكوتشو إلى مقتل شخصين. هذا وأعلنت المحكمة العليا في بيرو أن الرئيس كاستيو الموقوف بتهمة التمرد بعد محاولته حل البرلمان فيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا. قتل 88 عنصرا إرهابيا من تنظيم القاعدة خلال عملية الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمنطقة جهي بإقليم شبيلي. وعربت السلطات الصومالية عن امتنانها للسكان المحليين والشركاء الدوليين الذين ساهموا في هذه العمليات الناجحة للقضاء على الإرهابيين. أعلنت بريطانيا إطلاق أول رحلة طيران في العالم عبر المحيط الأطلنطي من لندن إلى نيويورك بصفر انبعاثات كربونية خلال العام المقبل. وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربور إن الطيران مثل القدرة على التواصل بين الناس ودفع عجلة التقدم الدولية، ولكن الجهود ستركز الآن على خفض انبعاثات الكربون من الطيران. هذا وحصلت إحدى شركات الطيران الإنجليزية على تمويل من الحكومة البريطانية لاستخدام وقود طيران مستدام بصافي صفر انبعاثات لتنطلق أولى رحلاتها العام القادم. أكد الاتحاد الأوروبي والعديد من وجهات مانحة بارزة التزامهم بزيادة التمويل الدولي للحفاظ على التنوع البيولوجي حول العالم مع تحفيز الاستثمارات المحلية والخاصة في هذا المجال. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المانحين الدوليين على هامش فعاليات الدورة 15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15، والذي ينعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 7 وحتى 19 من شهر ديسمبر الجاري. تضمن بيان المانحين المشترك قائمة بالتعهدات من قبل المانحين ودعوة الأطراف الأخرى للمساهمة. في هذا الإطار أكدت المفوضية الأوروبية عزمها مضاعفة تمويل الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي الدولي إلى 7 مليارات يورو للفترة من 2021 وحتى 2027. خصصت المفوضية الأوروبية استثمارات بقيمة تتجاوز 223.8 مليون يورو للبرتغال لمساعدتها على متابعة خططها نحو انتقال عادل للمناخ في العديد من مناطق البلاد. وذكرت المفوضية أن البرتغال أغلقت 3 من أكبر المصانع التي تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في البلاد. And therefore, we will come forward in January with a state aid proposal. تسببت العواصف والأعاصير في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في 6 ولايات، بالإضافة إلى التسبب في حدوث دمار شديد بالعديد من المناطق. وحذر خبراء الطقس من مخاطر استمرار تساقط الجليد في العديد من ولايات الساحل الشرقي، مشيرين إلى احتمال امتداد العواصف نحو الغرب الأوسط الأمريكي. وذكر الموقع الأمريكي لرصد حالات انقطاع الكهرباء أن التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 10,000 شخص في مناطق عديدة بولاية لويزيانا، مضيفا أنه تم أيضا رصد حالات انقطاع للكهرباء في عدة ولايات أخرى، وأن حوالي 60,000 شخص في ولاية ويسكونسون يعانون من انقطاع الكهرباء. قال
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الذي تساعد المنظمة في إدارته فارغ أو منخفض للغاية حاليا. يأتي ذلك بينما عاود المرض الظهور في شتى أنحاء العالم. وقال رئيس فريق مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي في منظمة الصحة العالمية فيليب باربوزا إنه تم تخصيص جميع اللقاحات التي أنتجت بالفعل، لذا يجب انتظار الدفعة التالية التي هي قيد الإنتاج حتى يتمكنوا من تخصيصها. أعلنت وسائل إعلام محلية صينية وفاة شخصين في العاصمة بكين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ إلغاء معظم سياسات مكافحة الجائحة في 7 ديسمبر الجاري. يأتي هذا فيما وضعت الصين خططا عاجلة لحماية المجتمعات الريفية من فيروس كورونا في وقت يخطط فيه الملايين من سكان المدن السفر في العطلات لأول مرة منذ أعوام، بعدما تخلت بكين عن نظامها الصارم من عمليات الإغلاق والقيود على السفر. وإلى ملف حياة كريمة، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظات المنوفية والمنيا وبني سويف خلال الفترة من 12 حتى 24 من نوفمبر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مجلات الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مؤكدا ضرورة وأهمية تكثيف الأنشطة الفكرية والمعرفية والثقافية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف. أطلقت مؤسسة حياة كريمة 5 جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قرى الريف مركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أقيمت الجلسة الحوارية بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والذي سوف يتم بدء العمل فيها قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة. ما حدث في القنطرة الشرق من بنية تحتية ومن مجمعات خدمية ومن شبكة كهرباء ومن جميع المبادرات الرئاسية اللي تمت على أرض الواقع في المرحلة الأولى، عشان نقول ان المرحلة الاولى تمت حتى الان بنسبة انجاز تعدت 95%. جايين النهاردة نسمع اهالينا ان شاء الله عشان هتبدأ المرحلة الثانية داخل مركز ومدينة القنطرة غرب، جايين نشوف مشاكل اهالينا في هذه القرية طبقا لتوجيهات وتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا نكون وسط اهلنا. ده الحوار المجتمعي الخامس التي تقيمه حياة كريمة، جايين عشان نسمع، جايين عشان نشوف مشاكل الناس، عشان يتم عرض هذه المشاكل على القيادة السياسية، واللي هيشوفوه صح في المرحلة الثانية هيتم إدراجه، لأن صوت أهالينا قبل كده كان بيقولوا صوتنا ما بيوصلش، لا صوتكم بيوصل لمؤسسة الرئاسة. النهاردة حياة كريمة جاية تسمع مشاكلكم، جاية تشوف المشاكل وبتحطها في عين الاعتبار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قيام الحكومة بإصدار قرار برفع أسعار تذاكر الحافلات لهيئة النقل العام والنقل الجماعي، وشدد المركز الإعلامي على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة. أكد الدكتور القس أندريا ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أن الكنيسة الإنجيلية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، مشددا على أنها ثاني أكبر كنيسة في المنطقة العربية والشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الطائفة الإنجيلية مع قصوص وشيوخ وشمامسة من محافظة المنيا بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلية، حيث استعرض الدور الوطني والمجتمعي الذي تلعبه الكنيسة الإنجيلية في مصر.
وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، إلى جانب التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات والتعامل مع شكاوى المواطنين. وشددت الوزارة على ضرورة تأكيد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من قيام سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية سواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه، فضلا عن قيام الأجهزة المختصة بالتحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية. شاركت مصر في الشق الرفيع المستوى بمؤتمر الأطراف 15 اتفاقية التنوع البيولوجي في كندا، وصرحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بأن مصر تأمل الخروج بإطار عملي عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 يحقق آمال الدول النامية ويدعم مسارات التنمية. وأشادت فؤاد خلال إلقائها كلمة مصر في كوب 15 المقام في مونتريال بكندا، أشادت بالعمل الدؤوب للرئاسة الصينية للمؤتمر في دفع مفاوضاته على مسارات متعددة مما يمهد الطريق للوصول لنتائج تحقق مصالح الناس والكوكب. كانت وزيرة البيئة قد بدأت أولى اجتماعاتها الوزارية مع نظرائها من الدول المتقدمة والنامية، وصرحت الوزيرة بأن هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات في تاريخ اتفاقية التنوع البيولوجي نظرا لأهمية وضرورة العمل على وقف تدهور النوع البيولوجي، وكذلك العمل على ربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجي. وأكدت فؤاد أن مصر وضعت من خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف 14 للتنوع البيولوجي والذي عقد بمدينة شرم الشيخ في عام 2018، وضعت الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، موضحة أن العمل استمر ولمدة 3 سنوات حتى أكتوبر 2021، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف والدول المشاركة في الاتفاقية. أطلق رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين والسفير الصيني بالقاهرة أطلق شعلة التشغيل التجريبي لخطة الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية فايبر جلاس بطاقة إنتاجية 200,000 طن سنويا بمصنع شركة جوشي مصر بالسخنة. وخلال فعاليات مراسم التشغيل التجريبي أكد جمال الدين حرص الهيئة الدائم على تقديم مختلف أوجه الدعم لشركاء النجاح من أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين والمشغلين، مشيرا إلى تطلعه لزيارة الصين لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين. أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء المرحلة الثانية لعملية تدعيم وتأهيل قناة رزفتة الواقعة على فرع دمياط الذي استمر العمل بها ولمدة 5 سنوات. قالت الوزارة إن عملية التدعيم تهدف لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضي لها بنحو 40 عاما، مشيرة إلى تأهيل فتحات القناطر وصيانة البوابات وتأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام، هذا فضلا عن تدعيم قنطرة وهويس المنصورة وقنطرة عمر بيك ضمن عملية تأهيل قناطر زفتة. ومع اقتراب وصول ماراثون كأس العالم لكرة القدم إلى محطته الأخيرة في ملعب لوسيال الذي سيشهد مواجهة قوية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني يوم الأحد المقبل في 5 مساء ضمن منافسات نهائي البطولة، أبدت عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بانضمام عدد من النجوم الشباب. هذا وعرضت عدة أندية إنجليزية عروضا مغرية لضم عدد من اللاعبين الذين أظهروا أداء مبهرا خلال المباريات.
الساحرة المستديرة أظهرت مواهب عدد من الشباب الناشئين الذين جذبوا الانتباه خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر، والتي تقترب من نهايتها بعد أن حسم المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي تأهلهما للنهائي وبات الكأس على بعد خطوات قليلة. أبدت عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالحصول على خدمات عدد من النجوم الشباب الذين أبرزوا أداء هائلا، من بينهم لاعب منتخب المغرب عز الدين أناحي البالغ من العمر 22 عاما الذي لفت الأنظار إليه، كما انضم اللاعب المغربي سفيان أمرابط إلى قائمة الراغبين به وحصل على سلسلة من العروض عالية الجودة. وتلقى النجم المغربي يوسف النصيري البالغ من العمر 25 عاما عرضا من ويست هام يونايتد الإنجليزي الذي جدد محاولته لانضمام اللاعب إليه. أما يوسف موكوكو الذي شارك مع المنتخب الألماني في البطولة بصفته أصغر لاعب في تاريخ المانشافت حيث يبلغ من العمر 18 عاما، إلا أنه لا يزال أحد ألمع المهاجمين الشباب، وأبدت فرق ليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وتشيلسي رغبتها في الحصول على خدماته. أيضا الكرواتي جوسكو غافارديول يعد أحد أفضل لاعبي الوسط الشباب على الساحة العالمية، ولا يزال تشيلسي حريصا على ضمه لصفوفه. أما اللاعب الإنجليزي جود بيلينغام فيسعى ليفربول للتعاقد معه. ويأتي السنغالي نيكولاس جاكسون على قائمة اهتمامات أندية إيفرتون وبورنموث ونيوكاسل، إلا أن عقده الأخير مع فياريال الإسباني يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 27 مليون جنيه حال انتقاله. وخلال مباريات المنتخب الأرجنتيني أظهر إنزو فرنانديز أداء مميزا، مما جعله محط أنظار ليفربول رغم شرط بنفيكا البرتغالي بضرورة الوفاء بشرط الاستحواذ البالغ 105 ملايين جنيه. أعلن مجلس الفيفا أن المغرب سيستضيف كأس العالم للأندية 2023 خلال شهر فبراير المقبل، ويشارك النادي الأهلي المصري في البطولة بصفته وصيفا لدوري أبطال إفريقيا رفقة الوداد المغربي بصفته بطل الدوري. انتهت نشرتنا ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين. خلال كلمته أمام جلسة تعزيز الأمن الغذائي بواشنطن، الرئيس السيسي يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمنين الغذائي والمائي ويعتبرهما أمناً قومياً. رداً على العقوبات الغربية، الكرملين يتوعد برد نهائي على قرار وضع سقف لأسعار النفط، ويؤكد أنه يقوض المصالح الأوروبية قبل الروسية. رغم انتقادات جارتها الجنوبية وواشنطن، بيونغ يانغ تختبر محركاً يعمل بالوقود الصلب ويسمح بإطلاق صواريخ باليستية. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.